الزهايمر مرض برضو شائك حدوث جدا. المرض دي بقى الستات مش معانا في الموضوع، الرجال زي الستات يمكن الرجال اكتر. الحقيقه ان مفيش سبب واضح، احنا في اسباب كتيره بيحاولوا يعني تحت الدراسه، ولكن ثبت ولا سبب فيهم قادرين. لو كانوا عارفين كانوا عالجوه. يعني احنا بنحاول كل شويه يطلع سبب ويركزوا عليه في الابحاث ويركزوا عليه في الادويه، في الاخر ما بيطلعش هو. ولكن هو مرض دايما له علاقه بالسن، يبدا تدهور عقلي في الذاكره القريبه. يعني المريض مش ما عندوش ذاكره، مش فقط الذاكره، لا هو المريض اذا اردت الدقه يعني مريض الالزهايمر. بالمناسبه هو اسمه الزهايمر، وقال لي دي مش للتعريف، يعني مش زهايمر واحنا قلنا قال للتعريف، لا هو اسمه الزهايمر كده على بعضه، يعني ما ينفعش اقول زهايمر، لا هو اسمه الزهايمر، قال لي دي مش بالعربي. فهذا المريض الحقيقه انه ما بيفقدش الذاكره خالص. هو في الاول لمده اول 10 ل 15 سنه بيبقى غير قادر على تكوين ذاكره. يعني ايه؟ يعني لو سالته حضرتك اسم صاحبك اللي كان قاعد جنبك في الدكه في اولى ابتدائي فاكره لسنه 45 فاكره، لكن لو قلت له حضرتك كنت بتعمل ايه تحت او فطرت الصبح مش فاكر. فهو المرض ده اذا اردت الدقه وعدم القدره على تكوين ذاكره جديده، لكن ملوش علاقه بالذاكره اللي اوريدي استابليشد، يعني المريض اللي خلص الذاكره والذاكره عنده موجوده، الحاجات القديمه. عشان كده دايما اهله يجي يشتكوا لك يا بابا بقى يسالني صليت ولا ما صليتش وكلم ولا ما كلناش، ويعمل يسال السؤال ويساله تاني 10 مرات في اليوم، وكل ما اكلمه يسالني في نفس الموضوع كاني وانا لسه مكلمه في الصبح. لكن لما تكلموا عن زمان يا سلام يحكي لك زمان كان بيحصل ايه بالظبط، وكان العيش بكام واللحمه كان بكام، فاكر كل حاجه. هو عدم القدره على تكوين ذاكره جديده. ايه اسبابه؟ مفيش سبب معروف، ولكن في عوامل خطوره. اشهر عوامل الخطوره اللي نقدر نتصرف فيها وجود ضغط دم مرتفع في الفتره المتوسطه من العمر، يعني من 30 ل 40. عشان كده بنقول للمرضى للناس اللي من 30 ل 40 دايما حافظ على ضغطك كويس، تخس، تلعب رياضه، تمشي، ما تدخنش، ما تشربش كحوليات، تحافظ على دهونك قليل عشان تحافظ على ضغطك قليل. ده ان شاء الله يضمن الوقايه من الزهايمر لما اكبر. الرياضه المنتظمه، النشاط الذهني. دايما الناس اللي عندهم نشاط ذهني مستمر، لدرجه ان احنا بنقول للناس الكبار لما خلاص مثلا اتحال على المعاش والتقاعد وما بيعملش حاجه في البيت، يا سيدي حل كلمات المتقاطعه ده في زمان، يا عم العب سودوكو، اعمل اي لعب، اي نشاط ذهني، وانت ما تبطلش ابدا نشاط ذهني. النشاط الذهني المستمر، الرياضه. وجدوا كمان ان الاكل الصحي اللي بيسموه اكل البحر المتوسط، الميديترينيان فود، اكل البحر المتوسط بيقي، اللي هو فيه فيتامينات عاليه واوميجا عاليه وفايبرز كتيره ودهون قليله وبروتين قليل وكارب قليل، ده بيقي طبعا من الالزهايمر. عدم حدوث الجلطات في الاربعينات والخمسينات والستينات عامل خطوره الى الوجود الالزهايمر بعد كده. اصابات الراس، المرضى اللي عندهم اصابات راس، هو زي مين؟ زي اللي عامل حادثه. زي مين؟ زي المرضى اللي بيلعبوا العاب عنيفه وقتاليه اللي بتسبب تكرار لاصابات الراس. دي كلها عوامل خطوره للالزهايمر، لكن مفيش سبب واضح. عوامل خطوره نحاول الناس نتقيها عشان ان شاء الله تقل احتماليه حدوث الالزهايمر.